اليوم جيت في إطار بروجي كاوتار نمثل أساسا تاعي تيغوار دو كاستور اللي مختص عاود لي الاسم مدام تيغوار دو كاستور تيغوار دو كاستور اللي هي مختصة أصلا في تثمين منتجات الرمان خل نعمل صناعة الحجبين التقليدية نخدم ديستيلاسيون تو سكي عولة سيشاج بديت البداية نتاعي في 2018 طاير على القانوني وعملت البتينة نتاعي في 2021 شنو القانوني ما خديتش رخصة وكا هاو اي معناتها بديت نخدم وحدي خاطر الإطار غير قانوني جمعت الكونترا ما يسالش مدام ما يسالش عمري ما ريت واحد يتهم في روحه ما تخدمت هكاكا وبعد بديت نظمة باتينا في إطار البروجي هذايا والحمد لله توا لقينا رواج تدعم فينا وزارة الفلاحة مثل الإحصاءات الأدوية في التسويق سوكو في المعارض في بوان دو بون في ترويج منتوجاتنا وزارة المرأة تدعمكم؟ وزارة المرأة كنا توا مجددين معنا الكريم مع وزارة الفلاحة سيرية باهي عرفنا بالمنتوجات شنو هي مدام بالنسبة للكليونات اللي يحبوا يشريوا مثلا هذا الاختصاص التستوري معروف عالميا مش وطنيا الرمان زيرو سكر بالسكر بالسكر بلاش سكر عندنا معجون بالسكر الرب بلاش سكر زيرو سكر الرب بلاش سكر اوكي اي هذا شنو هي الشريحه تاع الكرموس شريحه الكرموس زيد في السيشاج تاع الكاشير كوسكي كبير وزاد سيشاج تاع الكاشير هذا شنو هي البن هذه قهوه سكر التمر باهي فيها برشا غذاء عندنا الحبوب المرئي كبديل للسكر يزيد برشا فيتامينات هذا اللي يحطوه في القهوه يحطوه في القهوه ولا يحبوا مش ما تستحقش تعمل سكر بالنسبه هاي عندنا زاد كسكسي القمح خاصين فيها الميداليه كسكسي القمح ميداليه حصلتوها بها وين؟ بلافيا كسكسي القمح ميداليه في معجون الرمان اي ما شاء الله شركتكم معناتها ناجحه مجمع مجمع ميداليه وبعد عملت انديفيدويل فهمت عندنا تسكير ولا قلنا خصي قمح برغل شوربه حقطه ومنتجات ناقصه خاطر نقص عندكم تقطير زاده تقطير شنو هي كان تحكي لنا على التقطير زهر والعطر شيء نسري نسري موجود في تستور؟ يتزرع النسري صار مش بالي هو هي معلومه نسيقو هو بالي اما انتم زرعتوه زيت القزو ما يورينا زيت القزو بالله نحب نسالك مدام على حاجه يسالوا عليها التوانسه الكل زيت القزو علاش غالي برشا غالي على خاطر 10 كيلو قزوم باش تعمل ايتر وين وهي نبتة القزوم بعليا ولا تزرع؟ جالية معناتها هذاك علاش الصعوبة نتاعها؟ فيها برشا خدمة معناتها نشوفوا عندكم العسل زاد العسل تستوري هذا هذا مدام من بكري نشوف فيها الهريسة مايو هذا شنو هي حكايتها؟ هذا المنتج عمري ما ريته. تابع زميلتنا وليد نابل. اي. مش مشكلة، هذا تلقح الحضارات. هذا هو. باهي كمل لنا مدام، شكون من شكون لقيت الدعم وقت وليت تخدم انديفيديوال؟ هو لقيناه من مكتب اللي حازم المرأة اللي فيها باجة، وزارة الفلاحة. هما اللي دعمونا وأثرونا من اللحوم وعاونونا بالتكوين بالتقطير بالماتريال بالترويج المنتوج عاونونا انهم يهزونا حتى في اللوجيستيك عاونوكم معناتها باهي العراقيل شنو هي اللي شنو هي تعترضكم معناتها انت كحرفيه قاعده تسوق للمنتوج المحلي نتاع بلادك ونتاع معتمديتك شنو هي الحاجه اللي تعرضك تعرق لك معناتها العراقيل الغلاء تو نتاع المواد الاوليه ليستون معناتها غاليين. ليستون يتراوحوا على حسب ما نعرف من 700 ألف حتى كشي لزوز ملايين. ما نجمش تصورهم أنت في كالجمعة ولا في الواحد صعيب. لي زاكرو الحكايات هذيك. مش كاينهم قالوا باش يتعمل لك السيرفيس نتاع الحكايه هذه نتاع التحاليل باش تثمنوا منتوجكم في اطار البروجي معناتها باش يولي يتعاون تولي لكم مجانيه التحاليل هذه خاطر غاليه برشا.
جي يمشي يعاوننا في الامبلاج، يعاوننا في تحسين الاتكتاج، في التسويق، في المدارين المعدين خطر لازم اللي قال لك هم اللي يعملنا بها أكثر حاجة. به بالنسبة للمعارض مدام، شنين المعارض اللي شاركتوا فيها؟ بالنسبة لي كنتي سنة قداش من المعارض اللي شاركت فيه؟ برشا معارض مثلا كرم الأتزانات، شاركنا في بين عمل وسنة عنا بتاع معرض أثريحة في أكتوبر في لافانيو دي كديما أحسن معارض منتج للمستهلك. عنا المعارض الجهوية بتاع بيجا كل فيزانا وفلاحة نحضروها، عنا الجهة الزيادة اللي في جهتنا مهرجان الرمان، نمشي حتى بلايص أبعد مع أخرى معناتها في إطار بروجي كونتار خرج من إطار برا معناتها مشيتوا لبرا. القال بلي باش نسألك المنتوج نتاعنا والمنتوج نتاع تستور بصفة خاصة نتاع بيجا بصفة أعم بشوي، القارة واجل برا استحسان عمل المبيعات فين بالأخص في أنا دول في إيطاليا بالطبيعة خطر نحن نفس المناخ ويشبهولنا برشا، كي يلقاو حاجة تشبه لهم وأحسن شوية تعجبهم على الأخ. بالنسبة للدول الأخرى مثلا حاجة جديدة، حاجة جديدة ودسمة خاطر هما معروفين المطبخ نتاعهم ماخذينها من عندنا. سلوما نعرف أردنيين قالوا لي إنهم ماخذينها كالتشيح الطماطم من عندنا، حتى تشيح الفلفل زاد يظهر. حاجة جديدة تحسها مصروفين حتى الاستشوار مش موجودين في المعركة باش يستوي الدوما، تحس برا دقي رواج معناتها سيرتو في الاستشاري نتاع العشيه باش نحن هما الزعفران ما يشيحوش هما نورمالمون. شنية عندك إضافة مدام؟ شنية معناتها شنية طالبة باش تتحسن منتوجاتك ويزيد مشروعك يكبر؟ سواء من الجمعيات المجتمع المدني، من المنظمات الدولية، من وزارة المرأة، وزارة الفلاحة، سلطة الإشراف، سلطة الجهوية، شنية الحاجة اللي مازالت ناقصة في المعاونة؟ أنت قلت ديجا عاونونا في برشا حاجات. دعم أكثر في مثلا مصادر التمويل يكون الفوائد منها أقل، مش واحد ينجم. هي كيفاش فسر مثلا فسر بالنسبه للبعثات، بعثات اختارنا من البعثين، البعثات شنية مثلا كيفاش البروسيدور نتاع الدفع معناتها بعد التمويل؟ المهله قداش المهله؟ انت والبروجي تاع ساعات حتى باهي. المهله بالنسبه للمشروع متوسط قداش اللي ما فيهش دفع؟ ستة اشهر. كيفاش ستة اشهر باش واحد يسوق منتوجه؟ اوتو فينونسمون واللي ما عندوش، اللي ما عندوش بتبيعته باش يتسلف. باهي الفوائد، قلت الفوائد ينقصونا في الفوائد. الفوائد قداش تبلغ هكاك؟ يقال انها بعيده برشا على فوائد البنوك معناتها اقل برشا. مي انت مازلت انت والبرشا حرفيين نشوفوها مازالت كبيره الفوائد هذه وتقلق. والله هي نورمالمون سانتيري، اما زاد الحرفيين والحرفيات زاد يلتزموا انهم يرجعوا خلصوا. حسين مشكوره مدام، عايشك.